تحياتي إخواني الرياضيين. أكو مثل عراقي قديم يقول: عذرا للمشاهد والمستمع من المفردة. أكو بمحكمة الهنداوي محكمة محاكم الهنداوي بأيام الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم، كان الهنداوي كل ما يبدأ المحاكمة مالته حاكم يجي يقول: لابد لي أن أعلق. فكاتب المحكمة يقول له: يا سيادة القاضي، اليوم زعيم الدولة العربية هاي، وزير الدولة العربية هاي، وصحيفة فلان كذا هيج تكلمت على العراق، هيج على الزعيم، هيج كذا، لأن كان تعرفون بسبب قضية الكويت وكذا، ولأن نظام عبد الكريم قاسم يتهمون شعوبه، فأكو رؤساء يحجون عنه وكذا. فإبراهيم عبود وزير خارجية السودان وقت ذاك تكلم عن عبد الكريم قاسم وعن العراق، فقال للكاتب يقول إبراهيم عبود كذا وكذا. فإبراهيم الهنداوي لزم الأوراق هيج، قعد وضحك، قال: هي ما ظل علينا بس وسخ رجلينا، أبو الركب السود إبراهيم عبود. فمشى مثل عندنا: ما ظل علينا بس وسخ رجلينا. اليوم ليش تذكرت المثل هذا؟ عذرا للمفردة. واحد لاعب كويتي سابق، انا اعترف به، هداف في فترة التسعينات، بس هو بالنتيجة ما حقق شيء للكويت، فقط بطولة الخليج المعروفة هي ودية، وغياب العراق عنها ايضا يعني، والسعودية تركز على امم اسيا وتصفيات كاس العالم، مو كلش تركز على الخليج، فقدر ياخذ بطولة بطولتين بطولات الخليج في فترة الحصار على العراق وحرمانه من بطولة الخليج. جاسم الهويلي ما قدر يحقق اي شيء بامم اسيا ولا تصفيات كاس العالم، رغم انهم لامسوا، يعني ما اقول عليه مو موهوب، ما لا هو موهوب، جاسم الهويلي اعتقد هو مصري الاصل. تمام، يقال حسب ما سمعت بعض اخوان كويتيين بالكويت يقولون هو ابن الى امين هويلي القائد المصري والمحلل العسكري. امين هويلي المصري كان متزوج لكويتية، يعني هو معروف عنده عائلته بمصر بس متزوج لكويتية، فمخلف جاسم هذا، وصار يعني جاسم الهويدي نسبة إلى أمين هويدي المصري، يعني هو يقال مصري الأصل. أيا كان أصله، هذا جاسم شنو سالفته؟ طلع في برنامج تلفزيوني، يعني تلفزيوني أو بودكاست، تعرفون البودكاست أيضا يصور في يعني فيديو، ما أعرف شنو المناسبة، يعني يتحدث بالسوء عن العراق ويدعي، أو مو يدعي، يجوز صحيح يعني، لأن جماعتنا كمش إحنا العراقيين، يقول: العراق وجه لي دعوة لحضور بطولة خليجي 25 في البصرة، البطولة الأخيرة، وأنا رفضت. ويتحدث إنه عن الغزو العراق ومن هالسوالف هاي. طبعا غزو العراق صحيح، وكان خطأ حكومة الكويت وقت ذاك، وخطأ حكومة العراق، واحنا معروف انه الغزو، يعني انا من الناس، الغزو ضر العراق اكثر مما ضر الكويت او شيء، واذا ضر الكويت فهو ايضا ضر العراق بالنتيجة، ولا زلنا العراقي يدفع ثمنه لليوم. تمام، يعني شنو الجديد؟ يعني حكومة العراق وحكومة الكويت من 2003 بدأوا علاقات جيدة، وتطبيع وسفارات وزيارات، وامير الكويت الراحل اجى للعراق، الشيخ صباح الله يرحمه، وماكو مشكلة، يعني العراق والكويت هسه حاليا علاقة متميزة. انت يا جاسم الهويدي اللي مرتبط بجماعات سلفية، شنو اللي جابك هسه تحكي على العراق؟ شو وين تريد توصل؟ وبعدين وجهوا لك دعوة، احترامك لبلدك قبل ما احترامك للعراق، المفروض ما تذكر هذا الموضوع. وجهوا لك دعوة، وجهوا لك دعوة، قول ما ذهبت لظروف خاصة، مو تظهر عدائك للعراق. انت شنو قدام العراق؟ بلدك محترمة وجارة وشقيقة، لكن انت شنو؟ انا حتى لو فرد يجي يتجاوز على الكويت بهالطريقة، لاعب عراق سابق، هم يقول له: انت شنو مقابل الدولة هاي؟ صدام حسين راح، واكو من شعبك ناس يترحمون عليه، احنا بالنسبة لنا نقول: ظلمكم وظلمنا. فشنو الداعي للكلام هذا؟ ظل تكره العراق، فهذا الشيء معيب، وأنا أتمنى السلطات الكويتية أن تعاقب هذا الشخص وتقول الكلام هذا مو صحيح. الفرد ما لازم يحدد علاقة دولة بدولة، عندك أمير، عندك ولي عهد، ولو لحد الآن ما مسمينه،
عندك أمير، عندك حكومة هي اللي تحدد العراق. إذا هي ما عاجبها العراق ممكن تقطع العلاقات الدبلوماسية ويا مقاطعة. بس بما أن حكومة الكويت اختارت أنه تكون علاقتها بالعراق متميزة اقتصاديا وتجاريا وسياسيا وأمنيا وحتى إنسانيا، والكويتيين الحمد لله يفترون بالعراق، حتى بمحافظة صلاح الدين مسقط رأس صدام حسين السياح الكويتيين يرحون. فأتمنى السلطات الكويتية توجه الدعوة إلى جاسم الهويدي وتحقق وياه بأمن الدولة، وتاخذ عهد تعهد انه ما يمس العراق مرة ثانية. ورسالتي الأخيرة للشخص التعبان اللي ما عنده غيرة على بلده او ما عنده معلومات يعتقد جاسم الهويدي. جاسم الهويدي انا اعرفه من التسعينات كان عدو للعراق. اللي وجه دعوة لا جاسم الهويدي شنو الداعي؟ جاسم الهويدي ما لعب ضد العراق، فدعوته على اساس النجوم المنتخب الكويتي في فترة الثمانينات والسبعينات هم ذول اللي واجهوا العراق، هم اللي عندهم علاقات بالعراق، وهم اللي زايدين العراق، ذول من حقهم ومن واجبك تدعي بعضهم كشيء بروتوكولي. وممكن تستدعي اللي بعد الألفية، بدر المطوع مثلا لعب ضد العراق، مساعد ندى، خصوصا بعض اللاعبين اللي ذكرت أجيالهم هم أصلا أصولهم عراقية، فمساعد ندى لو موجه له دعوة، بدر المطوع مثل ما قلت، ذولا. فأتمنى أنه الاتحاد العراقي ووزارة الشباب واللجنة الأولمبية يحققون بالأشخاص اللي يوجهون دعوات للبطولات. لازم يحددون من الأشخاص، ولازم حسب الكفاءة، لازم الشخص من يوجه دعوة تكون عنده ثقافة عامة ويمشي حسب البروتوكول. جاسم الهويدي ما لعب ضد العراق، وكانت تصريحات كلها مسيئة للعراق، فتدعيه على أي أساس؟ ما عنده أي تاريخ مشترك مع العراق. اللي عندهم تاريخ جاسم يعقوب، فتحي كميل، عبد العزيز العنبري، أحمد الطرابلسي، دول نعيم سعد، محبوب جمعة، دول ممكن محمود فليطح، دول تستدعيه. وعموما أنا أقول لجاسم الهويدي ختام رسالتي، لا أنت يا جاسم ولا اللي أكبر منك يمس العراق، وكلامك هواء في شبك ومردود عليك، وانت امام العراق لا شيء. وبالنسبة للاخوان الكويتيين انتم اخواننا وجيراننا واشقائنا، بس عندكم ناس نكرة مثل ما احنا عندنا ناس نكرات مو نكرة واحدة.